فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد الحاج أن يحج قارنا فماذا يتبقى عليه من المناسك بعد أن يتحلل التحلل الأول؟ نعم. إذا أراد الحاج أن يحج قارنا فماذا يتبقى عليه من أعمال النسك بعد أن يتحلل التحلل الأول؟ يبقى عليه طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة، لأن التحلل الأول معناه قبل طواف الإفاضة، يفعل المناسك كلها ما عدا طواف الإفاضة، هذا التحلل الأول. نعم.